بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 14 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذه الأخت السائلة أم مرام تقول: ما هي الأشياء والأعمال التي تصل إلى والدتي حيث لم أقدم لها في حياتها شيء من البر؟ ماذا بعد مماتها يصلها مأجوري من الأعمال الصالحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعليك بالدعاء لوالدتك، وعليك بالصدقة عنها، وإذا كان عليها ديون للناس سدديها عنها، وإذا حججت عنها واعتمرت عنها فهذا من البر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو سالم يقول: إذا اتفق الزوجان على منع الحمل لأكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات ليتمتع الزوجة بصحة جيدة ويحصل تربية للأولاد، ما رأيكم في ذلك مأجوري؟ ترتيب الحمل إذا كان لغرض صحيح، لأن تكون المرأة فيها ضعف أو فيها مرض ولا تتحمل تتابع الحمل ونصح الأطباء بذلك، لا مانع من أن تأخذ شيئا من العلاج يؤخر عنها الحمل. أما إذا كان هذا لكراهة الحمل ولكراهة كثرة الأولاد، هذا لا يجوز، ما دامت أنها صحتها قابلة وليس عليها ضرر بين، إنه لا يجوز أن تتدخل في أمر الحمل بقطع أو تأخير إلا عند الحاجة أو الضرورة إذا دعت إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا عن المنافسة المذمومة في الحديث الوارد: ولا تنافسوا. لا أعرف حديثا بهذا اللفظ: ولا تنافسوا. لا تناجشوا. نعم. لا تناجشوا، يعني النجش المراد به أن يزيد في السلعة التي عرضت للبيع أن يزيد فيها من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن. ولا تدابروا، يعني لا يعرض بعضكم عن بعض، تقابلوا بالبشاشة والسلام والمودة. نعم. يقول: هل لابد من تحريك اللسان عند الذكر وعند الأذكار؟ نعم، لابد أن يتكلم بالذكر بحيث يسمع نفسه على الأقل، وإذا جهر به فهو أفضل. أما الذكر بالقلب بدون تحريك اللسان هذا لا يسمى ذكرا. نعم. هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يتحدث عن الخطورة من الوقوع في أعراض الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والغيبة انتهاك لأعراض الغائبين. قال صلى الله عليه وسلم: بشرني الغيبة، قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اهدته، يعني كذبت عليه. لا تجوز الغيبة وهي من الكبائر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا شيخ، هل يجوز أداء صلاة الجنازة بعد فترة من دفن الميت؟ نعم، إذا كان غائبا مثلا أو ما علم بوفاته إلا بعد مدة يسيرة إنه يصلي عليه على قبره. صلي على قبره. نعم. يقول: هل هناك دعاء لتكفير الذنوب التي حدثت من سنين طويلة في عمر الإنسان؟ استغفار. تكفير الذنوب يكون بتركها والابتعاد عنها، وبكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله، وبالعزم أن لا يعود إليها مدى الحياة، والندم على ما حصل منه. لا بد من هذه الشروط. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: يا شيخ، بأنها اعتمرت في سنة ماضية، اعتمرت مرة وعليها الدورة وطافت وسعت وهي غير طاهرة، ماذا يلزمها؟ الطواف يشترط له الطهارة. ما حالت عائشة رضي الله
الله عنها قال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولا تطوف الحائض حتى تطهر. هذا بنص الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حاضت صفية عند نهاية الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي يعني من أجل طواف الإفاضة؟ قالوا لا يا رسول إنها قد أفاضت. قال فانفري إذن أن يسقط عنها طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فلا تنفر بل تبقى حتى تطهر وتؤديه. هذه المرأة التي اعتمرت وهي حائض طافت وسعت وقصرت هذه ما عملت العمرة إلى الآن لأن طوافها غير صحيح، فعليها أن تعود أن تتجنب محظورات الإحرام، تعتبر نفسها محرمة من ذاك الوقت وأن تعود وتأتي بالعمرة التي أحرمت بها. وإذا كان حصل عليها جماع في هذه الفترة تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء كفارة لما حصل منها. وإن كانت اعتمرت بعد هذه العمرة التي أدتها وهي حائض اعتمرت بعدها عمرة صحيحة فإنها تقوم مقام العمرة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة الفجر يوم الجمعة واستيقظ والإمام يصلي الجمعة فهل يصلي الجمعة أولا أو الفجر؟ صلي الفجر ثم يلحق بصلاة الجمعة لأنه لا بد من الترتيب، ترتيب هنا ممكن. نعم. وإن خاف فوات الجمعة شيء؟ ولو خاف فوات الجمعة لا بد من الترتيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل بأنه متزوج بنت عمه وولد العم أيضا متزوج أختي في مهر واحد، هل يجوز هذا؟ أدام حصل العقد وتم نظر فيه للقاضي، يرجعون إلى المحكمة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة أم عبد العزيز تقول الدورة بعد سن 50 هل تعتبر دورة شهرية أم لا؟ وما رأيكم في خلاف العلماء؟ المفتى به في هذه البلاد وهو قول الجمهور أنه لا حيض بعد 50، يكون هذا الدم دم نزيف لا تترك من أجله الصلاة والصيام. نعم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم الشيخ صالح، ورد في صحيح البخاري حديث الرجل الذي حمل على البقرة فكلمته والذئب الذي عدا على الغنم وكلم الراعي، فما معنى هذا الحديث ولماذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن هذه بهائم هي من عادتها النطق، كونها نطقت هذا بأمر الله سبحانه وتعالى ومن عجائب خلقه سبحانه وتعالى، لذلك تعجب الصحابة من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل حامد من المدينة يقول عندي 1000 ريال إذا حولتها على البنك ب 625 جنيه سوداني، وفي قال لي رجل آخر بجدة يقول أستلم منك 1000 ريال ونسلم لأهلك بالسودان 680 جنيه، هل في هذا ربا؟ الحقيقة أن هذا الصرف، بيع النقد بالنقد هذا يسمى بالصرف، الصرف لابد فيه من التقابض في المجلس، هذا هو الأصل. بعض العلماء يفتون بجواز مثل هذا الذي ذكره السائل، ولكن الأصل أن هذا لا يجوز، ولكن المخرج من هذا أن يشتري العملة التي يريدها في بلده يشتريها من هنا ويحولها لأهله أو من يريد. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول للبرنامج هل للمرأة أن تأخذ عمرة مع ابن أختها وهو في 12 من عمره يعتبر محرم؟ المحرم لا بد أن يكون بالغا، فإذا كان ابن أختها قد بلغ ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ هو عاقل فإنه يكون محرما لها، أما إذا كان لم يبلغ فإنه لا يكون محرما. نعم. يسأل هذا السائل يقول هل يجوز أن نقرأ آخر سورة القرآن في الركعة الأولى وأيضا في الركعة الثانية آخر سورة من القرآن؟ يكرر يعني آخر السورة؟ نعم. لا بأس بذلك، لكن هذا خلاف الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول بالنسبة لطواف الوداع في العمرة هل نأتي به أم أن هذا متروك للإنسان؟ ليس للعمرة طواف وداع، إنما هذا في الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المعتمرين ولا فعله هو صلى الله عليه وسلم بعد أداء العمرة، إنما أمر به الحجاج ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم. يسأل عن حكم أكل لحم الفرس والضبع. لا بأس بذلك، الفرس حلال وكذلك الضبع حلال. سيد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ نعمل في بيع الجوالات المستخدمة ونعطي لها ضمان للزبون 24 ساعة، هل يلزمنا ترجيع ذلك بعد نهاية المدة حتى ولو ظهر فيها شيء بعد ذلك؟ نعم، إذا كان فيها عيب ولم يعلم به المشتري فإنه يرد بالعيب وليس لهذا مدة معينة، إذا علم بالعيب يمسك عن الاستعمال ثم يردها، يرد السلعة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل فضيلة الشيخ يقول كيف يتورع الإنسان في هذه الحياة الدنيا
وكيف يحصل له الزهد مأجورين؟ يا أخي هذا سؤال ما لا وجه له. تورع بترك المشتبهات، تورع يكون بترك المشتبهات التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا ما يسمى بالاحتياط والورع. نعم. يسأل عن قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. واضح أن الله جل وعلا يحث على الصدقة والإحسان إلى الناس والمحتاجين، وأن يعتبر هذا محفوظا له عند الله سبحانه وتعالى، يضاعفه له أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا هو الإقراض، أن ينفقها في سبيل الله. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، لكل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، ما حكم شراء السيارات في نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين، كل عقد له أحكام تختلف عن أحكام العقد الآخر، وأيضا هذا البيع فيه معلق على المستقبل، ولا يجوز البيع المعلق، بل لا بد أن يكون منجزا. قد صدر في هذا قرار من هيئة كبار العلماء بتحريم هذه المعاملة، ولكن كثير من الناس لا ينتهون عن هذا الشيء، خصوصا ذو الأطماع من الشركات والتجار، ما يستجيبون للبيان والتحذير من هذه الأمور ما دام فيها طمع لهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: شيخ، ما حكم في من يضع القرآن في سيارته يعتقد بأنها ترد العين أو ما شابه ذلك؟ هذا لا يجوز. إن كان يستصحب المصحف لأجل أن يقرأ فيه في فترات تيسر له ذلك، هذا طيب، يحمل معه المصحف. أما إذا كان له بقصد الحرز أنه يمنع العين ويمنع، هذا لا يجوز. نعم. يسأل هذا السائل: شيخ، عن حكم جماع الزوجة في وقت أذان الفجر في رمضان. وقت أذان الفجر ما هو الضابط، الضابط طلوع الفجر. إذا جاء مع بعد طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر فإنه تكون عليه الكفارة ويبطل صيامه، لكن يمسك احتراما للوقت، يجب عليه القضاء والكفارة. أما إذا كان الأذان متقدما على الوقت فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الحلف بالله كذبا حفاظا على مشاعر أحد المتخاصمين؟ لا يجوز الحلف بالله على الكذب. الله وصف المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويجب احترام اليمين بالله عز وجل. من حلف بالله فليصدق، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. اليمين تحترم وتعظم ولا تستعمل لأغراض الإنسان غير الصحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل عن السائلة تقول: عن حكم قراءة القرآن للعلاج وهي حائض، يعني ترقي نفسها أو تمشي غيرها. نعم. عند الحاجة لا بأس في ذلك، إذا احتاجت إلى هذا، احتاجت إلى الورد والدعاء ولو كانت حائضا، لا تمتنع من ذلك. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، ما حكم من أجل صلاة المغرب عن وقتها إذا كان هناك اختبار إجباري في هذا الوقت، اختبار للقدرات، أفيدون مأجورين؟ يجب على المسلمين أن لا يجعلوا الاختبار في وقت الصلاة، أن يجعلوا الصلاة في وقتها، والاختبار له وقت آخر. ولكن إذا حصل هذا والإنسان عليه ضرر، لو ذهب للصلاة أو اشتغل بالصلاة يفوته الامتحان الذي له فيه مصلحة ويحصل عليه بتركه مضرة، فإنه يصلي بعد ما يؤدي الامتحان ما دام الوقت باقيا، وأخر الصلاة في الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. من أتى على جماعة يصلون وقد فاته ركعة وزاد الإمام ركعة سهوا، هل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعة؟ لا بد أن يأتي بركعة ولا يعتد زائدة، لأن هذه ليست من الصلاة، هذه زائدة لا يعتد بها المسبوق. نعم. يسأل هذا الأخ السائل عن الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة بالنسبة للمرأة والرجل. الطريقة الصحيحة ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسمه ويعممه من رأسه إلى رجليه، يعمم جسمه بالماء. الأفضل أن يكون ذلك 3 مرات، وإن اكتفى بمرة أو مرتين فلا بأس. نعم. يقول الأخ محمد من مكة: جمعية الموظفين إذا كان عددهم 13 هل عليها زكاة؟ أنا لا أفتي بهذه الجمعية، أنا أرى أنها لا تجوز، لأنها قرض جر نفعا، قرض مشروط في قرض، بيعتها
الإنسان في بيعه فلا يجوز هذا. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ كيفية الاستخارة، هل الدعاء قبل الاستخارة أم بعدها؟ يصلي الركعتين، ركعتين من غير الفريضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم يدعو بدعاء الاستخارة الوارد في الحديث بعد الصلاة. نعم. هذا محمد عمر يقول أنا أعيش في البادية يا شيخ، وفي بعض الأوقات أغتسل بنية الوضوء، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ إذا كان الاغتسال هذا مشروعا، كان يغتسل للجنابة أو المرأة تغتسل للحيض أو اغتسل لصلاة الجمعة، إذا كان الاغتسال مشروعا ونوى دخول الوضوء فيه فإنه يدخل، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، يدخل تدخل الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى بالنية. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول ما حكم لبس الخاتم في الأصبع السبابة بالنسبة للنساء؟ لا بأس تلبس الخاتم في أي أصبع من أصابعها إذا كان هذا عادة النساء في بلدها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم تثويب طعام، وهو أن يقول الشخص اللهم اجعل ثواب هذا الطعام أو هذه الصدقة لفلان الميت؟ لا يحتاج إلى تلفظ، تكفي النية، ينوي أن ثواب هذا الطعام أو هذه الصدقة للميت أو للحي، يهدي الثواب لغيره ولو لم يتلفظ. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول امرأة كانت في نزيف مستمر أكثر من 40 يوم فلم تصلي تلك الفترة، فكيف تقضي وهل عليها قضاء؟ هذه امرأة نفسة. نعم. إذا كانت نفسة فالنفاس لا يزيد عن 40 يوم، فإذا تمت 40 فإنها تغتسل ولو لم ينقطع الدم، تعتبره نزيفا لا نفاسا وتصلي. نعم. يقول هذا السائل شيخ بأنه اعتمر بالسروال المقصر من تحت الإحرام عن طريق جهل منه وعن ترك ذلك عن جهل منه، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان جاهلا فلا بأس بذلك، الجاهل يعذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بأنه يعمل 12 ساعة بعض الأيام، يقول أذهب قبل انتهاء الدوام بنصف ساعة، هل في ذلك شيء؟ لا يجوز أنه يترك من الدوام شيئا، بل يبدأ من أول الدوام وينتهي في آخره، لأن هذا شيء واجب عليه في ذمته، ويتقاضى في مقابله راتبا يحافظ على الدوام، إلا إذا كان له عذر شرعي وذهب قبل نهاية الدوام للعذر لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال من الأخ أبو محمد، يقول والدي مات بعد انتصاف رمضان، وأراد الأولاد بعد ذلك أن يصوموا عن المتبقي من رمضان يكون شهرا، هل للأولاد أن يصوموا عن والدهم المتوفى في منتصف رمضان؟ لا، ليس عليه شيء، لأنه يعني مات، وإذا مات انتهى عمله، انقطع عمله، فإذا أرادوا أن يبروا به ليبروا به بغير الصيام، بالصدقة، بالدعاء، بالحج والعمرة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر.